بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. القصة هذه حدثت في محافظة الدوادمي قبل حوالي 22 سنة. ابن سليمان من الروسان من عتيبة كان يعمل في إحدى الشركات الكبيرة في مكة وجدة، بين مكة وجدة، وكان مسؤول عن المعدات اللي تستأجر لهذه الشركة، ومعروف ما يخلي أحد ما يخدمه وعلومه طيبة يا حظه ما شاء الله. ويوم أحيل للتقاعد جمع رويت باته وجمع طال عمرك مكافآته وجال الدوادمي. هو ما يؤمن بشيء اسمه بنوك، البنك هذا ما يعترف فيه، فلوسه قدامه ويشوفها، وربما هذا يمكن رسن عنده. جال الدوادمي ومع زوجته، سبحان الله ما رزقها الله بذرية، سبحان الله العظيم. مثل ما قلت لكم قصة قبل 22 سنة، كانت الآن 19 رمضان، بكرة داخلين على العشر الأواخر. يوم جاء عقب صلاة المغرب وافطر هو وزوجته، ما في البيت إلا هو وزوجته وخدامته، قال بنروح نصلي في المسجد التراويح والقيام. قالت توكل على الله، ركبت معه في السيارة وتوجهوا الجامع الكبير وصل. يوم انتهوا وخلصوا ورجعوا للبيت، ولا والله البيت فيه شيء مستغرب، عنده سيارة في الجراج ما هي موجودة، هذا أول شيء. يوم دخلوا للبلاط بعضهم كسر، ويجون عند المطبخ ولا خدامتهم مضروب عليها بالتيب ومسكر ثمهم ربطه وتصيح لا إله إلا الله، فكونها. قالت حرامية حرامية، هو عنده خزنة طولها متر على كفرات، يوم رقوا للخزنة ما هي فيه، الخزنة فيها مليون ريال وذهب زوجته، 700 وشوي له و300 لزوجته، و42 ألف ريال كاش مطلعها زكاة حاطها في درج ثاني ما انتبهوا لها. الحرامية يظهر من المعاينة الأولية أنهم دفوا الخزنة، ولين وصلوا للباب وسرقوا السيارة ورجعوا الريوس ودفوا الخزنة في السيارة. السيارة هذه معروفة، راح واسترجع وحمد ربه ورح للشرطة وبلغ. جات الشرطة ورفعت البصمات وقال لهم السيارة تراها معروفة بتلقونها. والله بالفعل ما أخذوا 24 ساعة إلا أنهم لقوا السيارة ولقوها شغالة والمكيف شغال على الحار، علشان الله يعافينا وياكم البصمات يقولون هذا النظام عندهم. يقول طبعا أنا يقول يوم راحت الشرطة من عندي وقعدت أنا وزوجتي، يقول أذن بقى الأذان 10 دقائق عشان نمسك، يقول وأخذ لي زبادي وتمر وآكل وحمد ربي، يقول أروح المسجد وأتسنن وأصلي مع الإمام. يقول يوم قعدت من صلاة الصباح من صلاة الفجر إلى الشروق وأنا أدعي، أنا أقول يا رب إنها حلال ومحللها الله، وإنها سبحان الله ما دخلها لا ربا ولا دخلها لا غش ولا دخلها سرقة ما شاء الله، فيا رب رد إلي ضالتي. ويقول وأنا أستودعها الله سبحانه وتعالى، والله ما عندي واحد في المليون إنها من غير شر ترجع فلوس وكاش. يقول أنا رجعت لبيتي 24 ساعة نزل خبر في جريدة الرياض أكبر سرقة تتم في مدينة الدوادمي، والخبر هذا كان عنوانه قوي وتناقلوه الناس. من ضمن اللي اطلع الخبر واحد بيني وبينهم زار قطيب يوم أنا في مكة من أهل القصيم وراعي مصنع مياه مشهور، والله حاولت أحضر اسمه لأنه كفو ويستاهل من يشيد باسمه. ونعم هذا اللي في القصيم له يوم من الشباب شاري له وايت اللي هو تنكر، وراح الجدة وأجر على المعدات هذه. فيقول أنا ابن سليمان يقول هو يوم جاني بهالوايت هذا، ولا والله ما أخذه بالتقصيد وظروفه صعبة، فقمت حطيته على الماء الحلو على أساس ما يستخدم استخدام واجد. قلت كل أسبوع جيب لنا رد ما حلو وقفه هنا ويجون العمال يشربون منه، فما عليه استنفاذ، ويعطونا الشركة حوالي 7000 و8000. وشافها معروف اللي، وأنا شفت هالوليد هالصغير يبي يدبت مع العالم ونفعته.
هذا ما نسى المعروف صار كل شهرين يتصل علي، أنا في الدوادمي وهو في القصيم، قرأ الخبر بس ما يدري منه عليه الخبر، لأنه مكتوب في الجريدة سين ميم حدثت سرقة لفلان كذا. يوم قرأ قال مير خلني أطمن على خويش أخباره. حنا الآن 22 ذي الحجة، 22 رمضان. يقول يوم قرأ الجريدة وهو يدق علي، أبو سليمان شلونك عساك طيب؟ قلت بخير. قال عندكم هالسرقة هذه عسى ما أشر، من هو اللي مسروق عندكم هذا؟ الله الله. قال والله أنها علي. قال أفا عليك أنت؟ قال لي. قال والله أني متصل بسلم عليك وثاني شيء بشوف. قال لا والله هذا ما صار وهذا ما صار وإن شاء الله أن الله يعوض. قال خير إن شاء الله. يقول حنا هو يدق علي الساعة 9 الصبح، يقول يوم جاء صلاة العصر له موقف عندي هو ولده في عند الباب. ما شاء الله تبارك. صايمين هو ولده وقلطهم مفطرين صايمين. قالوا لا والله صايمين. يقول ويهنيني والحمد لله على السلامة والله إن شاء الله. يقول يمد لي ظرفا فيه مبلغ، قال هذه عانية وتراني لك والأكثر من ذلك، إن بغيت شيء لا يردك إنسان، ما نسيت معروفك يوم أنك أنا غليم جايين بالواية تحطني على الأولي. قال ما سوينا شيء وهذا فعلي مناك. يقول صار بينهم افطروا معي. قال لا. يقول هو يسلم يروح يقول وانا افتح الظرف اللي فيه 50,000 ريال عانية. يقول من يقدم عانية 50؟ جماعتي ما قصروا الله يجزاهم خير، بس انهم هذا الرجل شايل المعروف. انا احب اركز على موضوع شايل المعروف، الرجال اللي يؤدي لك معروف لا تنساه. صح. وسجل في دفتر في وصيتك لعيالك. انت تدري ان الرجاجيل اول اذا قام الواحد عن كرسيه إنه إذا ما قدر يرد الجزء كتب يا عيالي فلان فلان إذا قابلته حب راسه ترى قام على الكرسي عني قدام الرجاجيل. لا إله إلا والله إنها مكتوبة في الوصية. الله الله الله. شوف مكارم الأخلاق. يقول أنا أخذتها. يقول يوم سبحان الله يومين، يوم 25 رمضان في معارض السيارات في مدينة الرياض، اثنين شباب دثرتهم مهي بدثرة سوية ادخلوا لهم معرض سيارات وينشنون على هاك الجيب اللي قيمته فوق 200، ويجون عند السوداني بكم بكم. يقول راعي المعرض حاط له قزاز ويشوف هالشباب ويشوف السوداني وما غير على هالسيارة. دق على السوداني يا هذيلا وش يبون؟ قال يبون يشترون الجيب. قال كاش ولا شيك؟ قال والله بسألهم. التفت السوداني قال انتم تبون الجيب هذا كاش ولا شيك؟ قالوا لا كاش. يقولهم يطقون على مخابيهم الفلوس هنا. يقول انا استحس قلبي ما هو رجاجين ان هذا اللي عندهم كاش. يقول عندي خوي اللي في ضابط شرطه في النصيب، وارفع السماعه قلت يا الربع انا جوني ناس والله شكلهم مجنن ما ادري هم جايبينها انسانها فلوسهم فانا ببيعهم انسانها مبلا والله ماني بايعهم. قالوا خير. يقول الدوريه قريبه يوم جت ولا والله الرجاجيل مو بصريين. يقولوا يفتشونهم يلقون عندهم شيء في سيارتهم. واحد من هالرجاجيل من العسكر داري عن سرقة الدوادمي، اتصل على شرطة الدوادمي قال عندكم شبهة على هذا؟ قال والله لقينا بصمة أو بصمتين. قال وأنا سبحان الله هالوكيل رقيب يقول يدق في قلبي واحد منهم أو الاثنين هذيلا لهم فيها في هالسرقة. يقول بس إحساس داخلي. يقول وأنا أكتب خطاب مع مدير شرطتنا ونرسلهم للدوادمي. يوم جوا هناك يطابقونه لهذا ربعك. الله سبحان الله. تلوهم طال عمرك ولا والله ما صرفوا من المبلغ إلا شيء بسيط. الحمد لله. ولا والله يرجعون المبلغ اللي متبقي يوم 27 والفلوس في حوزة أبو سليمان. الله الله. ابن سليمان الله يغفر له ويرحمه توفي الرجال. الله الدعاء والمال الحلال ولجوءك إلى الله في المصائب، أول ما تلجأ إذا أصيبت مصيبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. خلى الشرطي يحس أن هذا أن هالفلوس في الدواد، وخلى السوداني يوقف عند هذا، وخلى الرجال يناظرهم ويتبرع مع أنه بيبيع بربح. أي. يتبرع الكلام هذا، ترى هالكلام ما جاء عبث، هذا جاء من فضل دعوة بعد صلاة الفجر دعاها الرجل قال اللهم أنها ما دخلها لا ربا ولا دخلها غش ولا دخلها سرقة، يا رب رد لي ضالتي. وهذا صحيح يا اخوان، هذا معروف. انت تعامل مع رب عظيم في هذا الكون يدبرهم ويرتبهم ويجيبهم لك تحت رجولك. نعم. ف
فهذه من القصص يا أخوان اللي جت وأثرت فيني في فضل الدعاء، في فضل طال عمرك حفظ المعروف بين القصيمي وبين الرويس. هذه مكارم أخلاق، وهذا جمال الرواية اللي حنا نقولها، أن حنا نقتبس منها الأشياء الجميلة وتركز فينا أن حنا نعمل الخير ونعمل مثل ما قال أخوي أبو العلا في بداية بالاحتساب بالأجر، ما نرجي من وراء شيء. أنت يا ابن سليمان يوم سوى المعروف في الوليد هذا ما كان يتوقع أنه بيجيه ويعطيه عانية ولا بيقف معه، صح؟ أنا بسويها لله سبحانه وتعالى. نعم. أسأل الله العلي العظيم ينفع بهالقصة، وجزاكم الله عني كل خير. الله يجزاك خير أبو عبد العزيز ويبيض وجهك على هذا. واشترك فيها أكثر من واحد القصة هذه. إيه؟